السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكمل وياكم دورة بايثون دي جانجو. اليوم راح نسوي مجموعة تعديلات على الـ URL. بما أنه احنا عملنا الفولدرات وجهزنا، بقى أنه احنا نعمل موديفاي على الـ URL حتى نستطيع عن طريقة نبحث عليه بالمتصفح فيفالدي. طبعا هسه حاليا احنا بدنا نشتغل على البورت 8000. احنا رح نغير البورت بس حتى نتاكد انه المشروع عندنا دا يشتغل ما بيها اي مشاكل. ففي البدايه احنا نحتاج الى انه نروح على في البروجكت نوت تمبلت بلوجز، في البلوجز نروح على الفيرست بروجكت يو ار الز. ممتاز. في اليو ار الز رح نعمل مجموعه اشياء. طبعا احنا عرفنا الفولدرات الدايركتوري اللي عندنا، يبقى انه هذا الدايركتوري اعرفها على اليو ار ال حتى استطيع عن طريق المتصفح اذهب اليه. زين، فالخطوه الاولى شنو هي؟ نرجع للدوكيومنتيشن. في الدوكيومنتيشن الاحظ انه باليو ار ال باترن عندك الـ serving static files during development. طبعا احنا هسه حاليا بدنا نشتغل على بيئه الديفلوبمنت التطوير، فحتى استطيع ان اوصل له. لاحظ هو يقول انه انا مفروض اعمل import للسيتنج واعمل import للديجانجو يو ار الز. زين، نرجع احنا هنا في اليو ار الز نتاكد احنا شو اللي عملنا. نعمل انتر. بالبداية احنا في السيتينجز عملنا مجموعة تعريف، مجموعة تعديلات اللي هي هاي. فحتى نستطيع الوصول الى هذا وعدم كتابتها مرة اخرى، نحتاج انه نعمل له شنو؟ استرداد المكتبة. فمجرد اعمل from Django هذا في الأسفل موجود مذكور، في الأسفل مذكور احنا. زين، from the Django config URL admins. اذا هنا نكتب from Django dot conf import settings. لاحظ انا وضعتها في البدايه والسبب واضح، انه انت دائما تضع الاشياء الرئيسيه. لاحظ هذا فرعي من الكونف ياتي اليو ار ال، فهذا من الكونف راسا موجود فيها السيتنج، لكن هذا في الكونف الانكلود واليو ار ال ما موجودين في الكونف، موجودين في المسار اليو ار الز، فلذلك هذا يعتبر ابن للكونف. ف اي شيء في الكونف مفروض يكتب في البداية. يعني هسه حاليا اذا كان اكو كونف يو ار الز دوت مثلا شيء اخر، مفروض يكون تحت هذا اللاين، لكن احنا وضعنا سيتنج فوق. السبب واضح، لانه كون انه هذا المسار اعلى من هذا المسار، يقع في المسار الرئيسي في الكونف. فنحتاج الى السيتنجز. بعد ذلك نلاحظ هنا الكونف يو ار ال امبوت انكلود. بعد شيء اخر شنو نحتاجه؟ خلينا نشوف settings احنا كتبنا from django.conf import settings. يبقى شيء اخر اللي هو نعمل import لهذا django conf urls static import static. لاحظ هذا موقع بعد ال urls في الاستاتيك، اي بمعنى وين راح يكون موقعه؟ راح يكون اسفل هذا، لان هذا يو ار الز، هذا بعد اليو ار الز، فحيكون بهذا الشكل from django conf dot url static import static. زين، هذا اني انت ممكن تبقيها بس اني ما اتصور احتاجه، اعمل ديليت. الان صار ارتب اكثر واوضح اكثر. كل اللي راح احتاجه شنو هو؟
ارجع للدي جانجو الاحظ انه هو في اليو ار ال باترن، بعد اليو ار ال باترن بيضع علامه زائد، بعد الزائد يضع كل هذا الكلام. لو عملت هذا كوبي، لاحظ من الزائد هذا كله اعمله كوبي، لاحظ هو بعد اليو ار ال باترن، بعد اغلاق الليست لليو ار ال باترن. اذا بعد اغلاق الليست لليو ار ال باترن اجي اعمل هذا بيست. جميل جدا. بلس ستاتيك setting dot static URL فارزة document يساوي setting static root، هذا أصغره حتى يكون أوضح، static root. جميل جدا. بعد شنو اللي أحتاجه؟ زين، أحتاج أصنع، طبعا إحنا لو نرجع للسيتينجز ألاحظ أنه أنا عندي static root وألاحظ أنه عندي الميديا root، صح؟ إذن الميديا أيضا اللي يجب تعريفه هنا، فأعمل هذا. زين، في شيء آخر، أنا لو حصلت مشكلة ممكن حيكون المشكلة غير معرفة، not general. خلينا نتأكد أنه الديباج متفعل أم لا. نرجع للسيتينج، في السيتنج يجب انه يكون ديباج لان اكثر الفريم ورك تتعمل ديباج. اوكي، ديباج، الديباج في السيتنج ترو، اي بمعنى الديباج متفعل. انتبه على شغله مهمه في الديباج، في الديباج يكون ترو اذا كنت في الديفلوب انفايرمنت. حاليا احنا في الديفلوب انفايرمنت، احنا بنطور الابلكيشن، لكن لما تصنع برودكت منتج، المنتج يجب ان يكون الديباج عندك فولس لتفادي المشاكل مع المشتري أو مع المستخدم. في حالة التطوير أنت حالياً تشتغل على المشروع، أوكي، اجعل الديباج ترو، اجعلها ترو حتى أي مشكلة تظهر عندك تعرف شنو هو المشكلة وتحلها. لكن عندما تعمل منتج ما يحتاج، لا ينصح أبداً أنه تعمل الديباج ترو، تعمله فولس، وسبب واضح أنه المشتري ما رح يعرف، ما رح يعرف يتعامل مع الكود. لكن احنا كون انه احنا في بيئة الديفلوبمنت فالديباج نعمله ترو. خلي نشوف الوقت. اوكي، راح نوقف الدرس ونكمل وياكم الدرس القادم ان شاء الله. مع السلامة.